انطباعاتي من خلال الزيارتين الأخيرتين، الفرق بين الزيارة الأولى والثانية شيء كبير جدا، وهو أن هناك تسارع كبير مع الزمن في الصين. الشعب الصيني والقيادة الصينية تشعر بأنها في عملية ديناميكية متواصلة في العملية الإنتاجية. أكثر ما لفت انتباهي في هذه القضية هو أن هناك كثير من المشاريع التي تستغرق عدة سنوات في مدن في بلدان أخرى تستغرق أسابيع أو أشهر كأقصى حد في العملية الإنتاجية، ولذلك الصين في تسارع مع الزمن من أجل مستقبل كبير للشعب الصيني وللبشرية جمعاء. الحقيقة في تجربتين بتوقف عندهم أنا. أولا بناء الصين للبنية التحتية لطريق الحرير، هذا منتج عالمي كبير جدا. الجانب الثاني هو المستوى التكنولوجي الذي وصلت إليه وسائل الاتصال، وخاصة استثمار الجيل الخامس لوسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة. الحقيقة اسمها المعجزة الصينية، وهذه المعجزة لها مقومات أساسية لم تنطلق من فراغ. أول هذه المقومات أن هناك إرادة سياسية قوية لخلق المعجزة. السبب الثاني أن هناك قيادة واعدة، والسبب الثالث أن هناك قاعدة جماهيرية شعبية تلتف حول القيادة. وما نجده الآن في الصين وما آلت إليه الصين هو يدلل على أن الصين قد خلقت معجزة كبيرة في العالم. الحقيقة أن الفضل يرجع في ذلك لتشيبينغ، هو ابن تجربة سياسية كبيرة، عايش مراحل سياسية كبيرة في الصين، ونحن أيضا مدينون في المنطقة العربية لحنكة وحكمة القيادة السياسية والمتمثلة في قيادة الحزب الشيوعي الصيني وفي شخص الرئيس شي جين بينغ على هذا الدور الكبير الذي تلعبه في الساحة الدولية. نحن لا نقول أن نأخذ التجربة الصينية بقضة وقضيضة، إنما مثل ما عملوا الصينيين القيادة الصينية تدارسوا الأمر وأخذوا البوادر الإيجابية الجوانب الإيجابية ووظفوها في بلدانهم.